رح نحتاج لموز، قرفة، سكر بني من الأسرة، زبدة، طحين، شوفان، بوزة فانيلا. المقادير أوكي، بس البوزة البوزة الشوغر فري. شوغر فري شفتي أنا والله دارسة منيح يا مس والله. لا بس لازم نعمل وصفة آيس كريم ممكن يحضروها بالبيت. اوكي شو رايك؟ قليلة الدسم وقليلة السعرات والسكر وكل شيء 100%. اوكي عشان يصيروا يقدروا ياكلوا بوظة، لانه بهاي الاجواء مين ما بحب ياكل بوظة؟ فالكل بحب ياكل بوظة، فعشان ما ناخذها باقل الخسائر. صح، بالذات مع الصيف زي ما قلتي مع صح. البرد خلينا بركي المرة الجاي قلنا بنعمل حلقة لانش بوكسز مع بوظة. مع بوظة خلص تمام. طيب هلا بدي احكي لك شغلة. قوليلي. عادة الأبل كرامبل لما نعملها منقلب التفاح مع على النار، القرفة والسكر. الموز لأنه كتير طري هو رح يفوت على الفرن، بدها تحمير أصلاً، فما بدي أطبخه. أوكي. أوردي رح يدوب. سهلنا عليهم أكثر وأكثر. بالضبط. فأنا هلأ بدي أخذ الموز. طب هلأ على سيرة الموز، بما إنك عم تستخدم الموز، هلأ تقويرة الموز بتشبه تقويرة الأسنان عنا. فلكل الأشخاص يلي بيحكوا إنه إيش علاقة الموز والأسنان، فهو غني جداً بالكالسيوم، فهيك رح يحافظ على صحة الأسنان والعظام. فهاي كمان معلومة عن الموز، غير إنه هو بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، فرح يعمل على تعديل السوائل بالجسم. كثير بنسمع أشخاص إذا كان عندهم تحبيس سوائل أو عندهم نسب السوائل مش معتدلة بالجسم بقولهم ياكلوا موز، هذا بيقلل من تحبيس السوائل عندهم بالجسم، فبرضه بيزيد من تقوية العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم. أوكي. بحب أنا هاي المعلومات تبعت الشكل مع إيش بتفيد بجسم الإنسان. أوكي، عندي الموز قطعته، رح أحط عليه شوية قرفة، هون النكهة رح تكون بالقرفة. بعدين رح نحط سكر بني، ما بدنا نكتر، يعني معلقتين كبار على هاي الكمية. أوكي. لأنه الموز حلو. أوكي، بدي أخلطهم شوي بس بإيدي لا يعطوني يعني هيك يتجانس كل شيء مع بعضه. بصير أزيد شوية سكر سأكون مع دانا، بكون على أعصابي. أوكي. بعدين دانا بس بدي أخذ يعني قطعة زبدة هالقد بكل فخارة. أوكي، أدهنها. أوكي. خلينا نورجيهم قطعة الزبدة بس بقاع الفخارة عشان الموز ما يلزق مع السكر و... عرفتي؟ أوكي. يعني نص معلقة أو ربع معلقة صغيرة حتى هي زاد معي أحطه هون. هي الفكرة مش بالزبدة كتير عشان بس ما يلزق. عشان ما يلزق. طب هلأ ممكن نستخدم زيت؟ لا لا، الزبدة أفضل. زيت مع سكر بيلبط. أوكي. هاي طلعي يعني أنا ونكهة الزبدة مع الحلويات يمكن تطلع أسكى. بالضبط أسكى. يعني شوفي أنا لكل الثلاث فخارات هدول الصغار يا دوب استخدمت معلقة صغيرة من الزبدة. حلو. ونرجع نقول دايما نقدر نستخدم بديل الزبدة. أنا بتحقد علي لما أحكي هيك لأنه مش كثير بخاف. لا بضحك عشان بتحكي لهم اعتدال. احنا دائما بنقول انه ما نحرم حالنا من اشي بس ناكل كل اشي باعتدال، فهذا اللي فكرتك بدك تحكي. لا لا اوكي. يا بي الريحه، انا بعشق اي اشي القرفه يعني. ما بحب الموز بس بحبه بالحلو. اوكي، هاي كمان فكرة حلوة للأشخاص اللي زي الشافلين اللي ما بيحبوا، خصوصا الأطفال اللي ما بيحبوا ياكل موز أو ما بيحبوا ياكل الفواكه، ممكن انه ندخل لهم اياهم عن طريق الحلويات بهاي الطريقة اللي احنا عاملينها. بالضبط. هلأ هيك أنا وزعت الموز. أوكي، على الثلاث فخارات. بعدين رح نعمل الطبقة اللي فوق. أوكي، خليني أجيب جلوفز جداد. بس هيك عن جد يعني إحنا اليوم سهلنا على كل ستات البيوت إنه ما في داعي إنها تقلبهم على الفرن زي ما إحنا متعودين على الأبل كرامبل مع القرفة والسكر إنهم يتقلبوا على الفرن. بالزبط. الموز ما بيحتاج الوقت زي التفاح إنه حتى يستوي حتى يتدبل، فهيك جاهز بس بيدخل بالفرن. لما حطينا عليه السكر أصلاً نزل من ميته، فإحنا ما في داعي نحطه على الفرن. طيب رح أستخدم شوية زبدة. أوكي، هالقد. خلينا نكون واقعيين، كمان شوي بنحتاج. كمان شوي شوي شويتين عن هدول شوي كتير. طيب رح أحط أول إشي رح أعتمد على الشوفان. بدي أفرك الشوفان بالزبدة.
دندون انت رح تساعديني. قولي لي بدك تحطي لي شوي طحين. اوكي مش نسب يعني ما بدي نفس كميه الشوفان، اقل بس عشان يتماسكوا. خلص بكفي. هلا الحلو بالشوفان انه هو كمان بيستخدم بكثير من الطبخات كمكثف. يعني بدل الكريمه وبدل الطحين. صح. فاليوم احنا دمجين الطحين والشوفان مع بعض عشان يعني غير انها لهي الوصفه ممكن انه كمان نصير نستبدله بوصفات ثانيه بدل ما كل الوصفه تكون طحين. 100% بنقدر هلا انا هون بنقدر نعمل العيار ما يكون كاسه طحين لكاسه شوفان يعني. بنقدر نعمل العيار زي ما انا عم بعمل تلتين بتلت. اوكي بدي كمان شويه شوفان. بعدين احنا كثير حكينا عن الشوفان من قبل وعن فوائد الشوفان، بس بدي ارجع احكي لهم شيء كثير مهم عن الشوفان، خصوصا هلا مع اقتراب المدارس ممكن انه احنا نصير ندخله على وجبه العشاء للاطفال، لانه بيحتوي على ماده اسمها التريبتوفان يلي بتساعد على تهدئه الجسم ومساعده على النوم، فاحنا مش بس متعودين عليه على الفطور، حاول ندخله بالليل لانه رح يساعد على النوم، ولكل الاشخاص مش بس الاطفال اللي بيواجهوا صعوبه بالنوم او بيعانوا من الارق ممكن انهم يصيروا يدخلوا الشوفان بالليل لتا يساعدهم على النوم. حلو تريبتوفان. تريبتوفان هاي المعلومات احنا مرات بنسمع اشياء انه خلص الشوفان مفيد بصير الناس بلع يبلعوا. بالضبط. طب انت افهم ليه مفيد عشان بركي انت مو محتاجه. صح. اوكي دندوني بس حطي لي نقطه قرفه. أوكي. عشان النكهه عشان تكون مش كتير. اوكي وكمان خلص بكفي ومعلقه سكر بليز. معلقه سكر بس. تمام. اوكي طيب خلينا عبين ما تخلط الشيف لين ناخذ معنا اتصال. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك؟ الحمد لله بخير يعطيكم العافيه. مها حبيبتي يا مها الله يعافيكي، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله بخير، شو اخباركم انتو؟ تمام الحمد لله. احكي لنا يا مها كيف كانت اجازه العيد؟ والله انا كانت يعني مو كثير حلوه لانه توفى حمد بالوقت لانه الله يرحمه البقيه بحياتك عادي يعني. حبيبتي البقيه بحياتك الله يسلمك يا ربي. بس انه انا بدي احكي لكم على الجمبري، يعني انا مطلعه اليوم اعمل جمبري. حلو. فبدي اجربها بالبندوره، انا كنت اعملها بس بالزبده وكزبره. حلو. جربي الوصفه اليوم. فاجت تمام معي اليوم ان شاء الله بدي اعملها. جربيها. وجنبها عامله بدل الرز فراق اسمع. تمام حلو عزاكي. صحتين وهنا يا مها وشكرا لاتصالك حبيبتي. اوكي بحب حرق بصبعه. بحب كثير بس بيتعب. هلا في ناس بيعملوا بالبزف ما بنفع يعني، هو ما بيعب الراس حرق بصبعه كذاب اسمه. طيب بدي اورجيهم العجينه كيف لازم تكون. هلا هي زي اسمها مفروكه بسموها، هي الكرامبل يعني مبروشه ما بعرف ايش بسموها، بس طلعي العجينه كيف بايدي بتمسك. اوكي بس اول بس ما امسكها بتفرفت زي الغريبه. تمام. خلينا نحكي. اوكي وبس المكونات كانت طحين شوفان قرفه سكر وما ضفنا عليها اي شيء ثاني وزبده. يس. طيب هلا بدي اخذ كميه كويسه واغطي على الموز. ريحه هلا هاي بس رح تفوت على الفرن تحمير، لانه انا عندي الموز رح يستوي من حراره الفخاره. والشوفان عندي ما بدي اياه يعني بدك اياهم يتحمروا بس يتحمروا بس يتحمروا بالضبط. اوكي قد ايه بتاخذ؟ طيب خليني ايش اعمل، هاي كترت عليها وهاي نقص عليها. طيب قد ايه بياخذوا وقت بالفرن؟ هلا كل فرن لفرن بالذات التحمير ما بقدر اقرر، بس مش اكثر من 5 دقائق المفروض. أوكي. وندير بالنا عشان ما ينحرقوا. حلو. فانا هيك بس بدي ادخلهم الفرن. يعني عن جد وصفات اليوم كثير سهله ويعني موجوده عندنا بالبيت، يعني موز قرفه سكر طحين شوفان. بالضبط. فهلا كثير اشخاص لما بتروح تشتري الشوفان بتقول لك انه اشتريه مقشور ولا غير مقشور، شو الفرق بين يكون مقشور او غير مقشور؟ الفرق هو بنسبه الالياف والفيتامينات، لما بتكون مقشور بيكون نسبهم اقل لانه كل الفائده بتيجي عندنا من القشره، فهون بدنا نركز شوي انه نشتريه غير مقشور لحتى ناخذ كل الفوائد الغذائيه منه. اوكي انا اول مره بعرف هاي المعلومه، مقشور ولا غير مقشور. اوكي هلا طيب. حطيتهم بالفرن على التحمير. طيب هيك خلصنا. أوكي. بس ضايل اشي واحد، وين راحت؟ هاي حسيتك بدك تزيني.
بدي ازين بدي احط ايس كريم. اوكي سريعا سريعا سريعا. انا جاهزه عندي الايس كريم، قلت لك عم نستخدم ايس كريم لو فات او شجر قليل. أوكي. برضو شويه بوظه. يا سلام شايفه يعني لازم. صراحه وصفات اليوم بتشهي، سهله سريعه جدا، ويعني معظمها موجوده عند كل ستات البيوت، فما بيحتاجوا انهم هم يطلعوا ويروحوا يعني يتسوقوا ويجيبوا بس الاغراض. هيك شويه قرفه بالاخر عشان اللي ما بحب القرفه يعرف انه فيها قرفه.